ما عرفناش المشكل ديالها. الان يا اختي كلقينا غير شي سبب ارتاحوا شويه، شي سبب ما كاينش. الان امها مسكينه راه ما كتقدرش دابا لا تهضر لا تدوي لا والو، وخويا مسكين راه شتي حالته. الان كلقينا غير شي سبب ارتاحوا وغنهناو وغنعرفوا السبب اللي قتلها باش حتى حنا نبردوا شويه. ما كاينش السبب، قال لك هما مشات عند مرت عمها لقاتها كطيب كسكسو، قالت لها اختي راه تشهيت شويه الطعام ما درناش اليوم الجمعه للغدا. قالت لها صافي انا غدا ندير كسكسو ونعيط لك تجي تعشي معانا. ترت قالت لك كسكسو سقاتو جابتو ليهم باغين، قال كاملين جالسين باغين يتعشاو. ايوا قالت لك يلاه قلت صباحو كان يبغيو يتعشاو. قالت ليها امها سيري جيبي معايا القبه، قالت كي ما قدرتش تاكل كسكسو بيديها. قالت لها ما سير جيبي المعالق، ما غاديش تاكل يا بنتي سير جيبي المعالق. مشات تجيب المعلقه قالت لك تعطلات، شي اللي كيعاودو قالت لك تعطلات بزاف. ملي تعطلات قالت لك خوها صغير سميتو اشرف عنده 9 سنين، قالت لي نوض اشرف سير شوف اختك علاش ما جات تجيب لينا معلقه. ملي جا اشرف تلقاها قال لك معلقه وكيعيط وماما وماما زهيره ماما زهيره ماما زهيره ماتت ماما زهيره معلقه. صافي جات امها بديك الخلعه هزتها وحلات ليها الزيف طيحتها الارض، قالت لك غسلات ليها وجهها دارت لها التنفس الاصطناعي. صافي قالت لك ما تلقاتها البنت صافي سخونه، قالت لك العافيه شاعله ليها من الدات ديالها. صافي قالت لك طاحت مسكينه كتغوت كل شيء صافي بدات تغوت. جات امي جا با حيت باها ما كاينش هنا، كاين في واحد البلاصه لتحت قابل داكشي ديال الفلاحه ما كاينش في الدار، كيجيها مره مره. ايوا هادشي اللي عطى الله مسكينه مول الامانه دا امنتو وما سخيناش بها بزاف بزاف بزاف. وكنتمناو الا كان شي حد ولا كان شي حد اللي قتلها ولا كان شي حد اللي ضرق يدو بالعاني وخنقها هكاك كنت بين والله يبين لينا العلامه بزاف 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 اليوم قبل غدا. ما نكذبش عليك اثر علينا زعما هادشي بزاف وهاد الموتة ديالها بزاف يا اختي، وبحال شي لغز ما كيتفكش. ما نكذبش عليك شي لغز جانا ما كيتفكش. مسكينه دابا بقات مريضه، با ما بقاش عنده العقل نهائيا نهائيا. بلاصه الكوزينه فاش ماتت ما كيدخلش ليها نهائيا، كيجي حتى لحد الباب وكيرجع صافي. والان كيدور دورو كيعيط زهيره، كيدور دورو كيعيط زهيره زهيره زهيره. ما تقبلش ديك الفكره ان زهيره انتحرت وماتت ودفنوها، ما عندوش اختي ما عندها حتى شي مشكل، باقا صغيره بزاف ما عندهاش شي مشكل نهائيا، ما عندهاش مع ما ولا مع با ولا ما كاينش. كيعاود لينا با قالك جات عنده وكلشي دوات مع با بلا، قال كانت عنده الفوق طلعت عندهم الدار الفوق هبطت هو نيت جا عندهم هنا للدار هنايا لتحت. يعني ما نقولش ليك يا اختي وكان شي سبب غنعرفو غنعرفو غير من الدراري الصغار سولناهم التليفون ديالها قلبناه ما كاينش شي غير شي حاجه رسموا عليها اشنو السبب حتى ما تسملقيناش. النتيجه ديال التشريح الطبي اش غادي نقول لك ما كايناش شي نتيجه. الطبيب الامن الوطني كلشي تسلم الوراق الوثائق ما كاينش شي مشكل نهائيا هادشي اللي كاين. الطبيب ما كاينش شي حاجه، الطبيب قالنا ودي ما عندهاش بنتكم شي حاجه، لا كانت شي حاجه يمكن عصبيه هي اللي دارت لها هكا، اما شي مرض او لا شي دليل او لا باش مريضه ما عندهاش شي مرض نهائيا. وكل شيء زعما ما كاين زعما لا اغتصاب لا حاله حتى شي حاجه ما كايناش. الورق كله مع هكاك تسلموا لينا وتسلموا للامن ما كايناش شي حاجه نهائيا. كل شيء هكاك شنا زعما بعينينا ما كايناش زعما شي حاجه في الورق ولا الدوسي في جمع شي مشكل او لا ما كاينش، ولا هما مخاصمين زعما مع شي عائله هنا ولا ما كاينش ما كاينش ما كاين. الدوار كامل كيبغيوهم وكاملين عزازين عليهم وناس اللي عمرها دار كل شيء الناس كتموت عليهم ما كاينش. لا ما عندوش مشكل بالخطوبه، ماشي زعما كاينه شي خطوبه مراسمين ولا شي حاجه. هو ولد عمتي غير داوي فيها دابا تقريبا شي 3 شهور هادي باش جا ولد عمتي توا نيت باقي صغير وهي باقا صغيره وبغاها. قال زعما راه بغيت زعما بنت ولد خال بلا ما يعطيوها لشي حد زعما كانت شي حاجه قولوا صافي. وجات نيت عمتي وجا ولد عمي وخطبوها قالوا لهم ودي راه بغينا زهيره لعبد الغني وداك الشيء. قالوا لي ما ودي زهيره باقا صغيره حتى تكبر وتوصل لاكارت وتوصل لعقد جوج ديك الساعه نعطيوها. قال لك ما عندناش مشكل حنا مستعدين نتسناو زهيره واخا دير حتى شي 20 عام ما عندناش مشكل. لا الدري اللي باغيها ولا حتى هي زعما قالت لي ماشي مشكل حتى انا هاني واخا نتخطب ونبقى عادي تكون ما عندناش مشكل. صافي غير دواء باقي ما كاين لا عقد لا خطوبه كبيره لا والو غير هضره هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين اختي ما هادشي اللي ما كيدخلش للراس موتها بلا سبب. تمنينا تمنينا يا اختي يكون غير السبب
ونعرفوا اشنو سبب القتيله ديالها ولا اشنو سبب انتحار ولا اشنو بها. وربي كيشوف من عنده. هادشي اللي غادي نقول لك، الله يدير لي فيها الخير من عنده يا ربي، يا ربي يدير لي فيها الخير.